مشاهدينا اهلا بكم، لقاء جديد في مؤشر النيل نتعرف فيه بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه التي عودت مؤشرتها الارتفاع لدى اغلاق تعاملات الخميس اخر تداولات الاسبوع، مدعومه بعمليه شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار عربيه واجنبيه، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع. وارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 1.78%، وزاد مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 0.1%. وامتدت الارتفاعات لمؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا الذي اضاف نحو 0.33% الى قيمته. هذا وقد ربح راس مال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه نحو 8.2 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 825.2 مليار جنيه، بعد تداولات كليه بلغت 1.55 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ أحمد الراوي خبير أسواق المال. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا، مشرفنا النهارده. الله يخليك يا فندم. اسمح لنا إن احنا نبدأ هذه الحلقة بإحنا نطلع على هذا التقرير لبيان أوضاع البورصة ثم نعود لبداية التحليل. تفضل. إلى التقرير. بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 825.2 مليار جنيه. الاجانب النهارده كان في شراء بكثافه، طبعا بعد انباء امبارح كان في كلام احتياطي بتاعنا ارتفع 44 في شهر فبراير، انعكس اداؤه جدا. المصريين النهارده كان كله طبعا مستني انباء عن تداول الشركه الحكوميه اللي كان في اكتتاب فيها، فهتبدا ان شاء الله الاسبوع القادم. النهارده الملاحظ في الجلسه ان اخبار الميزانيات الشركات كله بيعلن عن شركات عن 2018 عاملين ارباح، فانعكس اداؤه جدا على اداء الميزانيات بالنسبه للشركات العقاريه وشركات الاتصالات. وزاد مؤشر البورصة الرئيس اي جي اكس 30 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14904.3 نقاط. وصعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وامتدت الارتفاعات أيضا إلى مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 32%. احنا شفنا ان المؤشر ارتفع بشكل جماعي، طبعا احنا نقطه ال 14900 ان احنا نرتفع بها تعتبر نقطه جيده جدا، لكن احنا ما زال عندنا نقطه ال 15000 هي نقطه المقاومه، اذا قدرنا نتخطاها فاحنا كده بنكمل لنقطه ال 15300، اما اذا ما قدرناش نتخطى نقطه ال 15 فهتظل هي دي نقطه المقاومه، وهنرجع نختبر المؤشر تاني عند ال 14700. وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وحافظت 46 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. أداء إيجابي شهدته جلسة ختام تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بأن يصعد السوق ويصل المؤشر الثلاثيني إلى 15000 نقطة خلال الفترة القادمة. أسمع حسن، النيل. اهلا بكم من جديد، وعوده لضيف الكريم استاذ احمد الراوي خبير اسواق المال لنبدا الحديث مره ثانيه. اهلا بك يا استاذ احمد. ارتفاعات البورصه المتوقعه هل هي ما زالت عند المستويات الطبيعيه ام انها عاديه، يعني بتقيمها باي شكل من الاشكال؟ لا، ما زالت عند المستويات الطبيعيه. احنا شفنا من بدايه السنه كانت البورصه المصريه او المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 ابتدى ب 13000، وصل ل 15200 في الفتره اللي فاتت، بعد كده حصل كوريكشن نزل ل 14700، النهارده بنتداول عند 14900. ده طبيعي جدا عند المقاومه اللي احنا ذكرناها قبل كده ما بين 15 ل 15200 في مقاومه، فطبيعي في بدايه الاسبوع شاهدنا بعض التراجعات، وبعد كده بتداولات الاجانب والشراء القوي من المؤسسات الاجنبيه شفنا النهارده الصعود. بالنسبه بشكل عام انا شايف السوق المصري لسه قدامه كتير، احنا على اللونج ران او يعني على المدى الطويل والمدى المتوسط احنا قدامنا شوط كبير من الطلوع، طبعا يتخلله طبعا اي شوط من الطلوع بيتخلله كوركشنز موجات تصحيحيه كتير. طيب. يعني على ذكر موجات التصحيح يا استاذ احمد، هل من الطبيعي ان موجات التصحيح اللي مرت بها البورصه الفتره اللي فاتت على الرغم من الارتفاعات كانت متواليه، ان ما كانش في ولا موجه تصحيحيه قويه حاده يعني زي ما احنا معتادين احيانا كانت بتحصل؟
لا، لانه كان في موجه تصحيه مش قويه، انا ما اقدرش اقول عليها قويه، بس كانت اثرت على المؤشر ونزلته. شفنا من 15 ل 12000. احنا كنا في الفتره اللي فاتت قبل خلال الست شهور اللي فاتوا ما بين 14000 و 12000، دي كانت سايد واي، احنا بنسميها سايد واي، في ليفل اعلى موجود اللي هو ال 14000 وليفل ادنى اللي هو ال 12000. بعد كده كسرناها، احنا متخيلين ان احنا هنفضل شويه في الفتره دي على ال 15000 وممكن نطلع تاني نجرب ال 15800. ده بالنسبه للموجات التصحيحيه الموجوده، ودي اللي شهدتها السوق خلال الست شهور اللي فاتوا. انما على اللونج ران برضو احنا بنقول، او على المدى المتوسط والمدى الطويل، لا، احنا البورصه المصريه قد تشهد ارتفاعات كبيره تصل لل 24000، بس دوت ممكن على سنه سنه ونص ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، واحنا بتتكلم احنا الخميس الماضي كانت بدأت بشكل جزئي وبسيط عملية الطرح الطروحات الخاصة اللي لطالما أعلنت عنها الحكومة، بدأت بشكل جزئي الخميس الماضي ثم استمرت في بداية الأسبوع، لكن إيه هو مدى تأثيرها على البورصة؟ عدد كبير من الخبراء بيروا أن التأثير محدود، رأي حضرتك إيه؟ هو التأثير محدود، أنا ما أقدرش أقول التأثير محدود، هو كان الطرح الخاص كان أكبر بكتير قوي من الطرح العام، وبالتالي هو متغطى من صناديق استثمار أجنبية وعرب، وده كويس جدا. اي طرح موجود في البورصه او بيطرح في البورصه احنا بنقول ده بيعمق السوق المصري. شهيه المستثمرين الاجانب دايما بنقول ان هو سواء العرب او الاجانب موجوده للسوق المصري في طروحات جديده، وبالتالي اي طرح انا اعتقد ان هو ممكن ينجح في الفتره اللي جايه للشهيه الكبيره من المستثمرين الاجانب والمستثمرين الخليجيين، وده حصل في ال 4.5% اللي طرحت في الشرقيه للدخان. طيب، طروحات القادمة هل بتتوقع أنها تقابل بنفس النتيجة ولا هتكون مختلفة نظرا لطبيعة الشركات نفسها اللي هتطرح بعد كده؟ طبيعة الشركات، طبيعة أرباحها، طبيعة التسعير، الطرح الخاص والطرح العام نسبته قد ايه، كل ده بيؤثر. بتفرق قد ايه ما بين الطرح الخاص يعني مدى التاثير بيبقى قد ايه؟ الطرح الخاص عاده بيبقى مستثمرين ذوي ملاءه، صناديق استثمار اجنبيه ومستثمرين خليجيين كبار. لما بتكون النسب كبيره للطرح الخاص فبالتالي الشهيه بتاعتهم بتكون مهتمه جدا ان هي تاخد نسب كبيره في الشركات المطروحه. بالنسبه للطرح العام هو للافراد الاقل ملاءه او الطرح للجمهور العام. عاده الطروحات دي الطرح العام بيستنى يشوف الطرح الخاص تغطى كم مره وبيدخل للافراد، بيدخل على الطرح العام. بس المتوقع من الطروحات الفتره الجايه في تاثيرها على البورصه بشكل عام؟ انا اعتقد هتبقى بتاثر ايجابي جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هل هنشاهد معاها ارتفاع في المؤشرات يعني يوازي عمليه الطروح ولا لا؟ ما اقدرش اقول ارتفاع في المؤشرات، لان طبعا قبلها بتصحبه سحب سيوله لدخول في هذه الطروحات. ولكن في الاخر احنا بنقول البورصه المصريه على المدى البعيد، لا، احنا ما زلنا في اتجاه صاعد، في المدى المتوسط ما زلنا في اتجاه صاعد. ممكن في المدى القريب طبعا في حركات تصحيحيه ممكن تحصل، ده طبيعي جدا وصحيه للبورصه المصريه. صفقه جلوبال تيليكوم ما زالت مؤثره على البورصه ولا لا؟ اكيد طبعا، كل الناس مهتميه بيها وباخبارها طبعا. مصير عرض الشراء اللي قدمته شركه فيون الهولنديه اللي قدمت 42% تقريبا، نتيجه 42%، مصيره ايه من وجهه نظرك وتاثيره؟ تأثيره اعتقد لو الهيئه وافقت عليها هيبقى ايجابي جدا، لان في ناس هتتخرج وتبتدي تدخل في نفس السيوله ديت على مؤشرات البورصه او القطاعات الكتيره الموجوده في البورصه. مصيره ايه طبعا ده في ايدين الهيئه دي. لا يعني انا متوقع ان الهيئه تقبله ام انها بالنسبه لها العرض كده مش هو اللي بتفكر فيه من خلال الفتره اللي فاتت؟ ما اقدرش اقول اتحدث عن الهيئه. الحسبه مش واضحه، حسبه الهيئه طبعا مش واضحه. اكيد هم بيحسبوها بموازين ثانيه وبيشوفوا هم اللي في ايديهم القرار طبعا، لان هو ليه الحق انه يقبل او يرفض. وتاثيره على قطاع الاتصالات نفسه؟ اكيد طبعا التاثير، لانه معنى ان انا هخرج فلوس من قطاع الاتصالات فانا ادخلها في نفس القطاع، لان المستثمرين الاجانب لما بيشتغلوا على القطاعات، فبالتالي النهارده لو خرج فلوس من جلوبال تيليكوم هيدخلها في شركات اتصالات تانية موجوده في مصر، يمكن اهمهم المصريه للاتصالات، اعتقد يمكن هي دي اللي هتتاثر بالايجاب جدا بعد الصفقه. هل القطاع الاتصالات من القطاعات الواعده في الفتره القادمه؟ من السنه اللي فاتت وفي ناس بتتكلم عن النقطه دي تحديدا. اكيد طبعا قطاع الاتصالات من القطاعات الواعده، احنا شفنا الارباح اللي موجوده فيه، احنا شفنا ارباح الشركات، حتى عامه ارباح الشركات بتظهر دلوقتي في الفتره دي كلها ارباح كويسه جدا، بالذات القطاع العقاري وقطاع الاتصالات. دكتور محمد مايت وزير الماليه اعلن عن بدء العمل بخطه جديده لاداره الدين بتستهدف خفض معدلات الدين العام ل 80%
من الناتج المحلي الإجمالي. لما تسمع كلمة 80% تقف قدامها على طول، شيء طبيعي جدا. وكمان خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة ل 7% من الناتج في العام المالي 2019-2020. حضرتك شايف إمكانية حدوث ده على أرض الواقع إزاي؟ نزود الجي دي بي او اللي هو الناتج العام المحلي، نقلل العجز في الموازنه العامه. اعتقد دي خطه طموحه جدا ان احنا ننزل. احنا السنه اللي فاتت كنا 97% اجمالي العجز او اجمالي الدين العام بالنسبه للجي دي بي بتاعنا. اعتقد هي خطه طموحه جدا، واتمنى ان هو يتوفق فيها، لان دي هتاثر جدا في المؤشرات الاقتصاديه. مؤشرات الفتره الحاليه هل بتوحي بشكل او باخر بامكانيه حدوث ده في الفترة الزمنية اللي هم حددينها اللي هي 2022؟ أكيد بالقيم دي؟ أكيد. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا دلوقتي كل المؤسسات العالمية أو التقييمات العالمية بتشيد بالتعافي الاقتصادي المصري. دليل على كده إحنا في طرح 4 مليار دولار سندات أو أدوات دين، ده تم طرحها وتغطيتها بالكامل. إحنا دلوقتي في نهاية فبراير 2019 حجم الاستثمار في الدين 15 في أدوات الدين 15.8 مليار دولار. ده مؤشر كويس قوي، ارتفاع الاحتياطي النقدي بتاع مصر. كل المؤشرات الاقتصادية بتؤكد تعافي الاقتصاد المصري. هل في اجراءات تقشفيه تنتهجها الدوله في هذا الاطار، ولا الميل اكتر لفكره رفع الناتج القومي بشكل عام؟ الاثنين، اعتقد الاثنين. احنا لازم هنشوف، اعتقد كان وزير الكهرباء بيتكلم عن زيادات في الكهرباء، لازم هنشوف زيادات في البنزين. دي اجراءات تقشفيه علشان سد العجز في الموازنه، وفي نفس الوقت زياده الناتج المحلي المصري. بالتزامن بنتكلم عن ان اسعار صرف الدولار فيها نسبه تراجع طفيف امام الجنيه المصري. كم متوقع لما تنتهي عطله راس السنه الصينيه ان يعود الدولار لارتفاعه؟ لكن في نوع ما من انواع الثبات او التراجع الطفيف اللي بيشير لتعافي اقتصادي لقوه الجنيه المصري، الموضوع ايه؟ نفس اللي حضرتك قلتيه بالظبط، ده مؤشرات لتعافي الاقتصاد المصري. احنا شفنا الفتره اللي فاتت تراجعات للدولار قصاد الجنيه. احنا كل ما يرتفع الاحتياطي النقدي المصري كل ما هنلاقي هذه التراجعات مستمره. ده معناه ان احنا بنقدر نوفر او نقدر نشوف اي استهلاك موجود محلي نقدر نوفر له دولار. وانا اعتقد دي مؤشرات كويسه. حتى لو طلع بعد كده الدولار قصاد الجنيه المصري لانه هيرجع حتى مثلا 10 ساعة او 20 قرش، لا اعتقد ان هي في مؤشرات كنت امنه. كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده، لان هو من المتوقع، الناس متوقعه ان هو قبل حدود شهر رمضان هتحصل له ارتفاع. طبيعي، احنا في المواسم اللي احنا عارفينها، وقبل الحج لازم هيحصل له ارتفاع. كل دي مواسم الضغط على الدولار او الضغط او طلبات النقد الاجنبي. احنا طول ما الدوله عندها احتياط نقدي قوي وبتواجه هذه الطلبات، اعتقد لا ما فيش مجال ان الدولار يفلت تاني ويطلع بالارقام الكبيره اللي طلع بيها قبل كده. عظيم. خلينا ننتقل للسوق العالمي اكتر. هذه الفتره بتشهد الكثير من الحوار ما بين امريكا وبين كثير من الدول اللي ما بينهم نوع ما من انواع الحوار الاقتصادي، خلينا نسميها الحوار الاقتصادي. التاثير ده على الاسواق العالميه ومن ثم السوق المصري، إن كان هناك تأثير على السوق المصري. تأثيره أكيد طبعا هيبقى فيه تأثير على السوق المصري، بس بنسب بسيطة. أنا أعتقد أن هي نسب بسيطة، لأن إحنا الاقتصاد المصري مش موجود في المعادلة ما بين أمريكا والصين تحديدا. اللي أثر أكتريا أعتقد هيأثر على الأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا. هو مش موجود في النص، بس هو بيتأثر بالتبعية بتأثر الأسواق العالمية. نسبة تأثيره ممكن تبقى ضعيفة أعتقد، لأن إحنا برضو مش في موجودين في هذا الحوار. ما احنا ليه لما الاسواق العالميه بتحصل لها هزات احنا اول ناس بتتاثر؟ لا، هي احنا بنتاثر نفسيا وليس انا فاهمه. يعني الافراد في مصر عاده بيتاثروا، بيقولوا الحق داو جونز. طبعا، فبيقولوا بيروحوا يبيعوا في الاخر. الصناديق هي اللي بتشتري الاسهم دي وبتطلع. ودليل على كده ان احنا لما شفت عند ال 12000 كنا كل الناس خايفه، وبنقول يا جماعه لا، ده اخر حاجه نزول ممكن تبقى عند ال 12000، وبعد كده نبتدي نطلع تاني. احنا من بدايه السنه 13000 كان اغلاق سنه 2018، احنا النهارده بنتكلم في 15000، يعني حوالي 15% في شهر ونص. اذا ده يعني مش من المتوقع مع اي نوع من انواع الحوارات الاقتصاديه اللي بتتم ما بين الاقطاب الكبرى يعني في العالم، ان اي هزه اقتصاديه تؤثر بشكل كبير لدينا. مش بشكل كبير، بس طبعا هتاثر. يعني خلينا واضحين، هتاثر، بس ما اعتقدش ان هي هتاثر بشكل كبير في السوق المصري. الذهب في هذه الفتره هو الاخر بيشهد انخفاضات، هل هي مؤثره بشكل حقيقي؟
مؤثرة على ايه بالظبط؟ بشكل عام يعني الذهب مقياس من مقاييس الثبات الاقتصادي بشكل عام لدى الكثيرين. قصادها الناحية التانية الأسهم بتطلع، طول ما الذهب في علاقة عكسية ما بين الذهب والأسهم، أعتقد الأسهم البورصات العالمية طول ما هي بتطلع قصادها الذهب بيظل في الثبات أو بيتجه للانخفاض. لو رجعنا مرة تانية للبورصة المصرية، أكثر القطاعات واعدة في الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد القطاع العقاري واعد جدا في مصر، والقطاع المصرفي احنا شفنا تراجعات طبعا سي اي بي الفترة اللي فاتت، أعتقد أنه هو عمل التصحيح بتاعه، ممكن نشوف ارتفاعات تانية ممكن يوصل ل 72 تاني. والقطاع العقاري أنا شايفه من القطاعات وهي القاطرة برضو الأساسية للبورصة المصرية. طيب حضرتك اشرت لقطاعين شديدي الاهميه وتاثير في السوق بشكل عام، المصرفي والعقاري، لكن البعض بيقول ان القطاع العقاري بيمر بفتره ما من فترات الركود على الارض يعني. هل ده مؤثر بشكل كبير في الفتره القادمه ولا مش محسوس؟ لان في ناس كتير قوي بتشاور تقول لك الفقاعه العقاريه بتحصل. لا هو مش لغايه دلوقتي هو مش محسوس، والدليل على كده ان ارباح الشركات ارباح كويسه جدا، فبالتالي انا النهارده لما باجي بقيم شركه بشوف ارباحها كام وتاثيرها على سعر السهم. حته التداولات اللي هو الناس بتتكلم عليها، التداولات العقاريه البيع والشراء في الارض يعني العقاري بالظبط كده، في دي مواسم عاده في الشتاء، احنا عارفين كويس قوي ان هو البيع والشراء في العقار عاده بيغلب جدا في فتره الصيف مش في فتره الشتاء. اذا فتره الركود اللي الناس حاسه بيها دي احساس بس جماهيري مش حقيقي على ارض الواقع بالارقام يعني. بالظبط. طيب خلينا ننتقل لوضعيه البورصه المصريه والمتوقع لها الاسبوع القادم اللي احنا داخلين عليه، هل هي هتستمر في عمليه الصعود ام هتمر باي نوع من انواع فترات التصحيح؟ تتوقع لها ايه؟ اعتقد ان هي ممكن تمر بفترات فتره من فترات التصحيح، احنا ما زلنا تحت ال 15,000، اول لما نطلع فوق ال 15,200 فعلا ممكن نروح لل 15,800. انا مش متوقع الاسبوع الجاي يحصل هذا الامر، احنا ممكن نوصل ل 15,000 ونرجع تاني لل 14,700 ونظل في الفتره ديت ما بين ال 300 نقطه او ال 500 نقطه، من 14,700 ل 15,200. هل اي طرح جديد هيتم خلال الاسبوع القادم هيكون مؤثر على وضعيه البورصه؟ اكيد، لانه بيسحب السيوله طبعا. بالايه؟ بالانخفاض. بالانخفاض، لكنه على المدى الطويل اكيد طبعا هو كويس جدا للسوق، بيدي عمق كبير للسوق المصري، وبالتالي دخول اموال جديده للسوق المصري. منتظر الى متى تستمر عمليه الطروحات من وجهه نظرك؟ انا متخيل السنه دي والسنه الجايه في هنواجه طروحات كتير، سواء طرح عام او طروحات تبع الحكومه وطروحات شركات خاصه. ده هيواجه نمو بقدر قد ايه ايضا في وضعيه البورصه المصريه؟ حسب الطروحات يعني، احنا لو طرح كبير اعتقد هتبقى في نمو كبير جدا في السوق المصري، طرح زي ما اتكلمنا قبل كده امبي او شركات البترول او طروحات كبيره، اعتقد لا هتعمق السوق المصري وهتدي دفعه كبيره للتعاملات في السوق المصري. استاذ احمد الراوي خبير اسواق المال، شرفتني النهارده بالوجود معانا في مؤشر النيل، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا الى ان نراكم الاحد القادم مع بدايه التداول في البورصه المصريه، لكم منا كل التحيه، شكرا لكم.